ويسعد اوقاتكم جميع المتابعين والمتابعات الاحياء منكم والاموات، وكل رمضان وانتم بخير. بتمنى تشوفوا هالفيديو للاخر لانه في شغله بدي اقول لكم اياها. يلي بيسرق بيضه بيسرق جمل. عدينا اللي بده عدينا. كان يا مكان او كان ما كان وهالمكان كان ما كان وهالمكان ما في شي كان بهالمكان اللي ما كان. في قديم الزمان في شي كان كان حرامي والحرامي حرامي قداحات. كان لص مكسيكي ما تنزل عينه على القداحة الا وتطير القداحة. ولك تقول مخابرات سي ان اي مو هيك. القداحات ما بتعبي عينه، يا تكون قداحة شليمون او قداحات اللي بتطلع ليزر، حتى يبدل تلك قداحات ابو الضو ببيضة. صحيح هو حرامي بس حرامي صاحب مبدا. ما بدك تحكي وينه ما هيك؟ ما بدك تحكي وينه؟ اعترف وينه لك؟ اعترف وينه؟ لك شو هو هيك؟ ما بتعرف وينه ما هيك؟ ما بعرف. انا بعرف، انا بخليك تعرف وينه. انا بدي خليك تعرف وينه. انا هلا رح اعلمك كيف تحكي على رسوله. وين الكهرباء ولا قلك؟ الكهرباء شو؟ هلا بورجيك الكهرباء. تعال هون. وينك؟ عندك ايه ولا ما عندك؟ عم شو عندك ايه ولا ما عندك؟ لك عن شو عم تحكي والله ما عم بفهم عليك. عندك ايه ولا ما عندك؟ طلع بسرعة. فك ايدي. فك ايدك؟ ايه فك ايدك. طلع لشوف وينك. طلع لك. يا حرامي القداحات انت، انقلع روح. وبزماننا الحرامي صار مثل الاخطبوط، يعني بيسرق الخمير والفطير، الاخضر واليابس، وباخر الليل بقول هذا من فضل ربي، لك ربي ياخذك ان شاء الله، شلون من فضل ربي؟ يعني على سبيل المثال، على سبيل المثال، جمعيات المساعدة السورية، علي الطرباق وصل مساعدات السكر والسمنة والحليب، إذا بتوزعهم على الصومال ما بضل فيهم مجاعة، لك وين طاحشت يا أخو وين طاحش؟ ومع تطور التكنولوجيا وانتشار الانترليك صار للسرقة عنوان تاني، يعني أنا بشوف منشور بيعجبني بمسكه دغري وبنسخه، وبنسقه بسويه لإلي، وأحلى شيء اللي بعلقه والله حكيت صح، صح قلمه، أحسنت النشر، يا معلم كلامك جواهر، يا ولو تعرف الحقيقة كنت بزقت بنص وجه هذا الحرامي، لص الكلمات والأفكار، لص عديم الإحساس والأخلاق.
ورغم هيك والله ما بعرف شو بصيبني لما افوت على المحل بتفتل فيه وبطلع بدون ما اشتري شيء. انا وطالع كل الشغيل هنيك بيطلعوا علي وبيقولوا لبعض يا ولد القطة شو سارق. ايه والله بكون سارق شيء يا اخي. والله ما سرقت شيء بس انا حبيت اتفرج شو في عندكم بضاعة جديدة. ايه وما اشتريت شيء. وانتو لا تكونوا لصوص وتشوفوا فيديوهاتي لحالكم، انشروها وابعتوها لرفقاتكم مشان تكسبوا فيني اجر وتاخذوا حسنات، لانه من كان بعوني اخيه كان الله بعونه، صح ولا مزبوط؟ انا واثق كلكم عم بتقولوا بينكم وبين حالكم، ليش لحد لنا ابو الفوز عنده 3476 مشترك، حابين تدعموني وحابين تشوفوا شيء اقوى من هيك؟ قاسم هات موسيقى حزينه هاد. بتمنى من اي شخص شاف الفيديو ينشر الهاشتاج بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، بالفيسبوك، بالتويتر، بالانستغرام، حتى بالسناب شات، واي فيديو باليوتيوب بتشوفه بتمنى تحط هالهاشتاج بالتعليقات، ما بتاخذ من وقتك 5 دقائق، المشاهدات اليوميه بتوصل 1000 ل 1500، اذا كل واحد فيكم جاب 5 وهالخمسه جابوا 5، صدقوني باقرب وقت رح نوصل 10000، وانا بكبر فيكم واستنوني بشغلات اقوى من هيك، بحبكم كثير. يولد في الموسيقى يا زلمه، خيو انشروا هالهاشتاج بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، وحطوا لي لايك وسكسكربايب وتضلوا بخير، تلاقوا الخير وتصبحوا على خير، ولا تنسوني مهما كرهتوني. السلام عليكم.